في امر في الاوتوكاد مهم جدا اسمه امر ماتش، بينقل الخصائص من عنصر لعنصر اخر. تمام، فلما بقول له ام ايه واختار العنصر دوت، يبقى معنى كده ان انا عايز انقل الخصائص ديت تمام بكل الصفات اللي فيها العنصر دوت. تمام، فتلاقي خلاص ده بقى على نفس اللير وبقى نفس الكالر وبقى نفس اللاين تايب وكل حاجه. طيب ممكن ان انا اتحكم في الموضوع دوت، ممكن اتحكم وانا بقول له ماتش، حددت العنصر الاولاني وروح داي السيتنج من هنا او حرف الاس، يطلع لي القايمه دي بيقول لي انت ممكن تنسخ بعض العناصر ولا الحاجات اللي انت مش عايز تنسخها شيلها، وينقل لك الباقي. تمام، فتقول له اوكي، فينقل الخصائص بس اللي انت علمت عليها بصح، الخصائص اللي انت ما علمتش عليها صح مش هتنقل معاك.